Yes, I am. Get ready to come back. الكل ينتظر ماذا يفعله رونالدو، لأن اليوفي استقدم رونالدو من أجل هذه اللحظات التاريخية، من أجل مباريات دوري أبطال أوروبا، من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا. برناردسكي، أوبا با با، جول 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 جول. إليا المانيفيكو رونالدو يفعلها ويسجل جول اكسترا اورديناري بالإيطالية يا رونالدو. جول في القائمة الثانية بالرأس وحطها من أمام خوان فران. جول ليوفنتوس في الدقيقة 26 من عمر هذا الشوط الأول. يا سلام، توزيعة خطيرة رونالدو، با 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 على مرتين. الحكم ماذا قال؟ الجول، الحكم احتسب الجول، وهدف ثاني من رونالدو. جول قال الحكم، وقال الحكم المساعد بأن الكرة دخلت. رونالدو يفجر ملعب باليانس ستاديوم تورينو بتسجيله للهدف الثاني بدون أي. رونالدو يستجيب لجماهير وعشاق اليوفي في هذه الليلة التورينية الرائعة جدا في المدرجات. نعم فعلها رونالدو وسجل الثنائية اليوم. رونالدو، جول 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 جول، فعلها المانيفيكو كريستيانو، فعلها الاكسترا اورديناري رونالدو. الثلاثية التاريخية، وبالثلاثة يضرب يوفنتوس اتلتيكو مدريد. نعم يحق لكم أن تفرحوا برونالدو، نعم يحق لكم أن تفرحوا باستقدام رونالدو، نعم يحق لكم أن تفخروا بتفوقكم وبعودتكم أمام الاتلتيكو. وما أدراك، بالثلاثة يوفنتوس تورينو متفوق، بل رونالدو متفوق على اتلتيكو. والحكم صفر نهاية المباراة 3-0. يا له من فوز، ويا له من تأهل، ويا له من رونالدو، ويا له من يوفي، ويا لها من فرحة في مدرجات ملعب أليانز ستاديوم تورينو. رونالدو، با 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 با، ضرب الجزاء فعلها الحكم روكي، فعلها كريستيانو رونالدو بالإسبار، وضرب الجزاء في الدقيقة الثانية من انطلاقة هذه المباراة. حكم اللقاء يعلن ضرب الجزاء كريستيانو رونالدو، والعرقلة من ناتشو. يسعد جول رونالدو، يفتح مدار التسجيل للبرتغال، يهتز الملعب وتهتز مدينة سوتشي، تهتز لشبونة ويهتز البرتغال. رونالدو يفتح مدار التسجيل أمام الإسبان، رونالدو أمام رفقه السابق، رفقه في الريال، كريستيانو رونالدو يسجل جول. بابا خطيرة رونالدو، بابا با جول 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 جول. يا دافيد، من كرة واحدة، من لعبة واحدة، من تسديدة واحدة، ثنائية تاريخية لكريستيانو رونالدو. ما هذه الأخطاء الفادحة في دفاع الإسبان؟ ما هذه الأخطاء الفادحة في دفاع الإسبان؟ رونالدو فعلها بالإسبان، تسديدة أرضية زحفة يباغت بها دافيد تكي. جول
المخالفة رونالدو با 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 رونالدو 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 امسك راسك امسك شعرك امسك صدرك امسك بطنك انت امام رونالدو يا ولد انت امام رونالدو يا ولد انت امام البرتغال سبع ارواح قلت لكم سبع ارواح البرتغال يعود اسبانيا تسيطر اسبانيا تستحوذ اسبانيا تتفوق رونالدو 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 جول 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 وكأنه حطها بيده رونالدو هذه واحدة من أجمل المباريات في التاريخ نعم من أجمل المباريات حضر فيها رونالدو حضر إيكيسكو حضر ديغو كوستا يا رونالدو لو جيت منك أنا اليوم نتوقف عن ممارسة اللعبة أو بالأحرى تتوقف بعد ما تفوز بكأس العالم لأنك تستحقها تستحقها أنت وميسي في الدقيقة 90 جول جول ملك الريال ملك لشبونة في المباراة الأولى ملك ستوكهولم هنا كريستيانو رونالدو يخطف الهدف الأول للبرتغال وبالتالي هذا ما كان في لشبونة وهذا ما يحدث أمامنا الآن في ستوكهولم وبالتالي يأتي الهدف الأول لمصلحة المنتخب البرتغالي يوم آخر يعني يوم الجمعة يوم وغدا يوم آخر كريستيانو رونالدو كمان وكمان وكمان الملك لاعب الفريق الملكي كمان في لشبونة كمان في ستوكهولم وبالتالي يأتي به الهدف الثاني يمكن الثالث يمكن الثالث يمكن الثالث يمكن الثالث الله 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 يا كريستيانو رونالدو ملايين البرتغاليين يهتفون لك الآن عسى الليالي تسعدك يا كريستيانو عسى الليالي تسعدك يا كريستيانو رونالدو الفتى الذهبي للبرتغال الذي يتفوق الآن بما لا يدع مجال للشك على إبراهيموفيتش كريستيانو رونالدو يبهدل السويديين الفتى البرتغالي الملكي يبهدل السويد في لشبونة وفي ستوكهولم هذه أمامنا الهدف الأول يا على الجول وتوقيت الجول كريستيانو رونالدو يسجل هدفه رقم 91 أوروبيا رقم 14 لكن الكورة كورة كارفاخال وتخدع الدفاع ويسجل يسجل سي ار 7 عشان تحتفل جماهير الملكي بأول أهداف الكل ينتظر والريال في هذه اللحظة في ليلة تاريخية وعودة تليق بعظمة وتاريخ النادي الملكي بداية مبشرة لعشاق ومحبي المنجا إذا حضر رونالدو تفوق الريال ويسجل في هذه الكرة في هذه اللحظة الهدف الثاني عشان يضع الأمور في حالة التساوي رونالدو يسجل في الدقيقة 16 وفي الدقيقة 17 بكل الطرق بكل الألوان هيأتي بهدفه رقم 15 في إطار دوري الأبطال في هذا الموسم ورقم 92 اترك الأرقام
ودع الريال ينطلق في هذه الليلة لأن النتيجة أصبحت اتنين لا شيء. بص شوف كريستيانو رونالدو، يا ولد يا ولد يا ولد، ضربة رأسية بالتخصص يضع هدفه رقم 16 في الفرق الألمانية بقى خلال مشواره مع المان يونايتد أو مع الريال مدريد. أمام بينالي رونالدو وبينالي رونالدو وبينالي وشبيك لبيك امامنا اهو المرمى بين قدميك يا رونالدو يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب. ادي امامنا كريستيانو رونالدو